الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، قال الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 25 من أحاديث 40 للإمام النووي، وهو حديث أيضا داخل في الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال والترغيب في الخيرات والأعمال الصالحات وأنواع البر والصدقات، وأن الصدقة أعم من أن تكون بالمال، بل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. فالصدقة أوسع من أن تكون بالمال، بل كل معروف يبذله العبد فهو صدقة، وعباداته وذكره لله وتسبيحه وتهليله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر إلى غير ذلك من أمور البر وأبواب الإحسان، كل ذلك من الصدقات. فهذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه هو داخل في هذا الباب. قال رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. والمراد بأهل الدثور أي أهل الأموال الأغنياء، والمراد بذهابهم بالأجور أن عندهم أموال يتصدقون بها على الفقراء وينفقون منها في أبواب الخير ومجالات البر والإحسان، وهم يشتركون مع الفقراء في الصلاة والصيام، لكنهم يزيدون على الفقراء بوجود أموال زائدة عندهم ينفقونها في سبيل الله. وقول هؤلاء الأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم جماعة من الفقراء الذين ليس عندهم أموال، فشكوا هذه الحال للنبي عليه الصلاة والسلام من باب الحرص على الخير والرغبة في التنافس فيه والمسارعة إليه. فهذا من الدلائل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم
على الخير والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. هذا أمر امتاز به الأغنياء واختصوا به، ولا يتمكن من فعله الفقراء، لأن الفقير ليس عنده مال، والغني عنده فضل مال زائد عن حاجته، فهو ينفق في سبيل الله على الفقراء محتاجين في أبواب البر والإحسان، فيفوز بثواب المنفقين الباذلين في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ويتصدقون بفضول أموالهم، أي بالزائد من الأموال والفائض من الأموال. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ وهنا بيّن عليه الصلاة والسلام أن الصدقة مفهومها أوسع من الصدقة بالمال. هم قالوا: ويتصدقون بفضول أموالهم، أي يتميزون علينا بالصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ وهذا فيه التنبيه لأن مفهوم الصدقة أوسع من أن تكون بالمال فقط. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. هذه كلها صدقات، كلها صدقات، وليس فيها أو ليس لها علاقة وصلة بالمال، وهي صدقات متعدية وقاصرة. التسبيح والتهليل والذكر هذه صدقات قاصرة، لأن العبد كلما سبح وكلما هلل وكلما ذكر الله جل وعلا تصدق على نفسه بهذا الذكر الذي يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأعان على الخير فهذه صدقة متعدية، يعني نفعها يطاله والآخرين، يتعدى إلى الآخرين. وذكر عليه الصلاة والسلام في أول هذه الصدقات الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا فيه التنبيه إلى أن الفقير عنده فرصة عظيمة أن يشغل وقته بهذه الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، فيفوز بأعظم الصدقات وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. فهذه الكلمات الأربع خير من الأموال، وخير من خير من الدنيا وما فيها. فهذا فيه أن الفقير عنده فرصة عظيمة أن يكثر من هذه الكلمات، مع أنه
أشغل كثير من الفقراء الآن بسبب دعاة الضلال بأذكار محدثة ودعوات مبتدعة وأمور مخترعة شغلوهم فيها عن أحب الكلام إلى الله جل وعلا، وتجدهم يشغلون في الصباح بأذكار لا أصل لها ولا أساس، وأرقام بالآلاف يعدها العوام بالآلاف وبالمئات، فيشغلون بمحدثات الأمور والمبتدعات التي مردودة على أصحابها عن أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وأحب الكلام إلى الله أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا تجد بعض هؤلاء العوام لا يقولون هذه الكلمات إلا قليلا، والكلمات التي أحدثت لهم يشغلون أوقاتا طويلة بالذكر بها، وهي ليست من العمل الذي يقبله الله جل وعلا من عباده. قال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. تسبيحة أي قول سبحان الله، والتسبيح هو تنزيه الله وتقديسه عما لا يليق به سبحانه وتعالى، وتحميده أي قول الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله لكماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته ولنعمه جل وعلا على عباده مع حبه جل وعلا. والتكبير هو تعظيم الله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه. والتهليل فيه توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا: لا إله إلا الله. لا إله فيها البراءة من الشرك، لا إله إلا الله فيها البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. قال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. أيضا هذه من الصدقات التي متاحة للإنسان، أن يأمر بالمعروف، أن يدل إخوانه على الخير، أن يتعاون معهم على البر والتقوى، أن يذكرهم، يذكر الغافل ويبصر الجاهل ويحث على الخير وأعمال البر، هذه كلها صدقات. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. قال: ونهي عن المنكر صدقة. من جملة الصدقات التي يبذلها العبد نهي عن المنكر، وسيأتي عند المصنف حديثا مستقلا في هذا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه درجات التغيير. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا فيه أن قضاء الإنسان شهوته في الطريق المباح المشروع مع أهله هذا يعد صدقة، ومن الصدقات أيضا المتعدية، لأن فيه صدقة على نفسه وصدقة على أهله، فهذه صدقة تكتب له في جملة صدقاته وحسناته وأعمال بره إتيانه لأهله.
الصحابة عجبوا لهذا الأمر، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يكون للإنسان في إتيانه لشهوته أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام، أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني هذه الشهوة لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم عليه وزر. قال عليه الصلاة والسلام فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا قياس يسمى القياس العكسي، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا، يعني كما أنه يؤزر إذا وضع شهوته في الحرام فإنه كذلك يؤجر إذا وضعها في الحلال، فإنه كذلك يؤجر إذا وضعها في الحلال. فالإنسان إذا آتى أهله وواضعا شهوته في الحلال والمباح معفا لنفسه ولأهله وأيضا طالبا للولد وكثرة النسل، فهذا كله باب صدقة متعدية يأجره الله سبحانه وتعالى عليها ويثيبه عليها. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا مثال للصدقات، هذا مثال للصدقات، وإلا باب الصدقة باب واسع جدا، فكل أعمال البر وكل أنواع المعروف هي صدقة من العبد، فباب الصدقة واسع. نعم. قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث، قال: الأول، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم إلى كل خير، يتنافسون في الأعمال الصالحة، ويحب بعضهم أن يلحق في الأجر بمن سبقه منهم، ولهذا ذكر جماعة من فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركتهم للأغنياء بالصلاة والصيام، وكون الأغنياء تميزوا عليهم بالصدقة بفضول أموالهم، وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أنواع من الصدقات يقدر الفقراء يعني بها كالأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث من الشواهد والدلائل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والبر والتنافس في الأعمال الصالحات. وهنا لما ذكروا الأموال التي عند الأغنياء لم يذكروا الأموال من أجل الدنيا، وإنما ذكروا تميز الأغنياء بشيء يتعلق بالآخرة، فهذا يدل على حرص الصحابة عموما أغنياءهم وفقراءهم على الخير وحرصهم على التنافس فيه. وفقراء الصحابة لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشكون له الحال كانت نظرتهم أخروية ليست دنيوية، كانت نظرتهم أخروية ليست دنيوية، وكان اهتمامهم أخرويا وليس دنيويا، ولهذا كان سؤالهم متعلقا بأمور الآخرة بالصدقات والفوز بالثواب والتنافس في الخيرات. وأيضا أغنياء الصحابة الذين يملكون الأموال أيضا همتهم أخروية، ولهذا جاء في بعض طرق الحديث أن الأغنياء لما سمعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نافسوا في التسبيح والتهليل والتحميد، فجاء الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له الحال، قال: هذا فضل الله
يؤتيه من يشاء. فالكل كانت همته وحرصه على الدار الآخرة والاهتمام للدار الآخرة. هذا في بيان المكانة العلية لأصحاب النبي عليهم رضي الله عنهم وتسابقهم بالخيرات ومسارعتهم إليها. نعم. ثانيا، الصدقات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى قسمين: قسم يقتصر دفعه عليهم وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وقسم يدفعهم إلى غيرهم يكون نفعه لهم ولغيرهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. في الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء أن مفهوم الصدقة أوسع من أن تكون بالمال فقط، وذكر لهم أمثلة للصدقات: التسبيح والتهليل والتحميد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجماع، اتيان الرجل أهله وشهوته، هذه كلها صدقات. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن باب الصدقة باب واسع. والأمثلة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام للصدقات من تأملها وجد أنها تنقسم إلى قسمين: صدقات قاصرة وصدقات متعدية. الصدقة القاصرة التي نفعها يختص بالإنسان الذي قام بها، مثل التسبيح والتهليل والتحميد وأنواع الذكر. وصدقات متعدية، أي التي يتعدى نفعها للآخرين، فيستفيد منها من فعلها ويستفيد منها الآخرون، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومثل إتيان الرجل أهله، ومثل إعانة المحتاج أو مساعدة الرجل على حمل متاعه. ولهذا الصدقة كما أن الإنسان إذا كان عنده فضل مال ينفق، أيضا من عنده قوة في جسمه يستطيع أن يتصدق بهذه القوة، بينما ضعيف البدن لا يستطيع أن يتصدق، فيستطيع أن يتصدق بالقوة، القوة التي في جسمه. يرى شخصا يريد أن يحمل متاعا فيتصدق عليه، يحمل متاعه معه لأن عنده قوة. لو كان الذي في المكان ضعيف البنية أو كبير السن لا يستطيع أن يقوم بهذه الصدقة، بينما القوي قوي الجسم عنده فرصة أن يتصدق بقوة جسمه. أيضا مثلا قوي البصر وعنده شخص ضعيف البصر أو لا يحسن أن يقرأ، فقال اقرأ لي هذا الخطاب أو هذا الكتاب، يستطيع أن يتصدق عليه ببصره، يقرأ له كتابة، أو عنده علم وفقه فيتصدق عليه بالعلم يبصره، أو مثلا عنده خبرة بعمل معين فيتصدق عليه بإرشاده ودلالته إلى الطريق السليم. وهكذا، يعني باب الصدقة باب واسع جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى في هذا الباب قاعدة فيما صح عنه في صحيح مسلم، قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. فأي معروف يبذله الإنسان للآخرين يعد صدقة من الصدقات. نعم. ثالثا، أن ما يأتيه الإنسان من المباحات التي فيها حظ للنفس تكون قربة بالنية الصالحة، مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد.
عموم المباحات إذا صاحبتها النية الصالحة تتحول إلى قربات، مثل لو أن شخصا نام ومن نيته القوة على والنشاط لتجدد النشاط للطاعة وأعمال الخير، وأكل الطعام وشرب الشراب ليتقوى بأكله على طاعة الله، وأيضا أتيانه لأهله، فكل الأمور المباحات إذا فعلها الإنسان وعنده نية صالحة تتحول إلى قربة. ومثل إذا تعلم العلوم الدنيوية التي يحتاج إليها الناس، مثل لو تعلم الطب لينفع إخوانه ويكون سببا لتنفيس الكروبات والآلام والأوجاع، إذا نوى نية صالحة فمثل هذه الأمور كلها تدخل في باب القربات التي يثاب عليها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. رابعا، مما يستفاد من الحديث: الأول، حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات. ثانيا، أن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال وإن كانت أصلا في ذلك. ثالثا، الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وأن ذلك صدقة من المسلم على نفسه. رابعا، أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. خامسا، الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره. سادسا، أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. سابعا، مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. ثامنا، إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضاها في الحرام، والذي في الحديث من قبيل قياس العكس. نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللشارح والسامعين: الحديث 26، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له هذا الحديث 26، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث هو كذلك من الأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال والرغائب والحث على القيام بأبواب البر والإحسان، وأن ذلك من الصدقات المطلوبة من المسلم شكرا لله تبارك وتعالى على ما من به على عبده بهذا الجسم وهذه الصحة وهذه العافية وهذه القوة،
أن نعم الله سبحانه وتعالى تتطلب من العباد شكر المنعم، وشكر المنعم جل وعلا سبب لزيادة النعمة والرفعة عند الله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر كما أنه يكون بالحمد والثناء على الله وبالقلب بالاعتراف بنعمة الله، فإنه كذلك يكون بالأعمال الصالحة، استعمال الجوارح فيما يقرب إلى الله. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل. وهذه القوى التي من الله سبحانه وتعالى على العبد بها تتطلب من العبد شكرا لله على ذلك، بأن يعمل الصالحات وأن يقوم بأبواب البر المتنوعات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. والسلامة هي المفاصل، والإنسان فيه 360 مفصلة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. ففيه 360 مفصل، وهذه المفاصل من الله سبحانه وتعالى بها على العبد ولينها له وسهل له تحركها لينهض ويقوم ويتحرك ويباشر أعماله ومصالحه. فهذه نعمة عظيمة إذا أصبح الإنسان ونهض من فراشه وجد هذه المفاصل الكثيرة في بدنه تتحرك، المفاصل التي في اليد والمفاصل التي في القدم وفي سائر البدن، وهي 360 كلها تتحرك، وبذلك تتحقق مصالح العبد. هذه نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده. ولهذا إذا تعطلت هذه المفاصل عن الحركة لا يستطيع الإنسان أن يباشر أي مصلحة من مصالحه، لا يستطيع أن يباشر أي مصلحة مطلقا، يتعطل عن الأعمال والمصالح التي يرغب أن يقوم بها. ولهذا يجب على الإنسان أن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وفضله عليه. أذكر مرة، وهذا الكلام قديم، ذهبت إلى أحد المستشفيات ودخلت لقسم يسمى قسم الحروق، نسأل الله العافية للجميع والشفاء لمرضى المسلمين. فدخلت غرفة وإذا فيها بشاب عمره 20 سنة وأصيب بحريق شمل بدنه كله، وملامح البدن كلها متغيرة، وكان جالسا ماد القدمين، ممدود القدمين وممدود اليدين، وليس في جسمه شيء يتحرك يتكلم. قلت له: كم لك على هذه الحال؟ يعني ممتد الجسم متصلب تقريبا، الأرجل ممدودة واليدين ممدودة وهو على هذه الحال. قلت له: كم لك؟ قال لي: أكثر من سنة. قال لي: أكثر من سنة. وكان أمامه مصحف، كان أمامه مصحف مثبت أمامه ويقرأ فيه. قلت: ماذا تصنع؟ قال: أنتظر، إذا جاءني أحد أو مر أحد أقول يقلب يقلب صفحة المصحف حتى أنتقل إلى صفحة أخرى. حتى تقليب صفحة المصحف ما يتمكن من تحريكها. فهذه المفاصل التي تتحرك هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا. ورأيت شابا
لا يتحرك فيه من بدنه إلا رأسه فقط، لا يتحرك فيه من بدنه إلا رأسه. وكان في المجلس جلوس، قال: عندكم نعمة عظيمة جدا ما تشعرون بقيمتها، ما تشعرون بقيمتها، نعمة عظيمة جدا. قال: إذا أصاب وجهك شيء يحتاج إلى أن تحكه بيدك تستطيع أن تحكه. قال: والله هذه نعمة أنتم ما تشعرون بها، إذا احتاج جزء من رأسك أن تحك بيدك، يقول تحرك يدك وتحك بيدك، يقول هذه نعمة أنتم ما تشعرون بها، لأن من رقبته إلى أسفل البدن هذا كله ما يتحرك. فهذه المفاصل وهذه الحواس هذه نعمة، نعمة عظيمة ومنة كبيرة، لينها رب العالمين وسهلها ويسر للعباد التحرك بها. وهذه المفاصل كل مفصل منها، وعددها 63 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة، وعددها 360، فالصدقات التي على المفاصل 360. كل يوم تطلع فيه الشمس، لماذا؟ لأنك كل يوم تصبح بعافية وبمفاصل متحركة وبنشاط وبقوة، فكل يوم تطلع فيه الشمس يحتاج منك إلى أن تقدم صدقات شكرا لله على نعمة هذه المفاصل ولينها وتيسر الحركة بها، فتصبح شاكرا لله عاملا بطاعته سبحانه وتعالى، مستعملا لهذه الحواس والقوى والمفاصل في طاعة الله وفيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. كل يوم، يعني في كل يوم تطلع فيه الشمس يحتاج أن تأتي بصدقات على عدد المفاصل، وهي 360. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنواع من الصدقات على سبيل التمثيل، قال: تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، أي تحكم بينهم بعدل أو تنصف بينهم في معاملة، تعدل بين اثنين صدقة، يدخل في جملة ذلك العدل بين الأولاد، والعدل عموما، فهذا صدقة من العبد يقوم بها تكتب في عداد صدقاته المطلوبة منه كل يوم. تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع صدقة، وهذه الصدقة بالقوة، يعني بما أعطاك الله من قوة في جسمك، فالإنسان القوي يستطيع أن يتصدق بالقوة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فتعينه على ركوبه على دابته، مثل أن يكون ضعيف لا يتمكن من الركوب، أو له متاع ما يستطيع حمله وأنت قوي تستطيع أن تحمل متاع فتحمل متاعه على دابته، فهذا صدقة. الآن الدابة في زماننا السيارات، أيضا السيارات يحتاج في كثير من الحالات من إخوانها أن يتصدقوا عليه، مثل أحيانا يحتاج إلى أن تدفع السيارة ويشارك عدد لدفعها حتى تشتغل، هذه عملية الدفع هذه صدقة من الصدقات، أو يساعد على تشغيل السيارة، أو مثلا يتعطل أحد الإطارات فيحتاج إلى مساعدة في إصلاحه، أو غير ذلك من المجالات، هذه كلها صدقات،
كلها صدقات، أيضا إذا كان عنده خبرة بأمور السيارة أو أعطالها يستطيع أن يتصدق بخبرته على أخيه، فهذه كلها أبواب صدقات يقدمها العبد. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة لما تلقى أخاك بوجه طليق بكلام حسن طيب ينشرح له صدره ويسر له خاطره ويأنس به، هذا نوع من الصدقة. ولهذا في جملة صدقاتك إذا جلست مجلسا مع بعض إخوانك وتكلمت معهم بكلام مباح، بكلام مباح أردت به أن تزيل الوحشة في المجلس وأن تؤنس إخوانك وأن يحصل تقارب وأنس بين الإخوان، هذه من جملة الصدقات، ما لم يرتكب الإنسان إثما وحراما فهذه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فخطى الإنسان إلى المساجد كل خطوة يخطوها إلى المسجد تكتب له صدقة، إن كانت 100، إن كانت 200، إن كانت 1000، إن كانت 2000، كل خطوة يخطوها إلى المسجد تكتب له صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، مثل الشوك أو الزجاج أو المسامير التي تعطل إطارات السيارات، هذه صدقة. مسمار تخشى أن يعلق بإطار أحد إخوانك المسلمين فيتعطل فتحمله وتبعده عن الطريق، هذه صدقة منك على إخوانك، لأنه لو بقي في مكانه ربما أثر في إطار إحدى السيارات، هذه من الصدقات. تحمل مسمارا صغيرا وتبعده عن الطريق، أو شوكا أو زجاجا أو أذى، فهذه من الصدقات. قد جاء في صحيح مسلم أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فباب الصدقة باب واسع، وهذه التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة لبيان تنوع الصدقات وتنوع مجالاتها. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى في شرح هذا الحديث: الأول قوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة المفاصل، وهي 60 و300، جاء تفسيرها بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والمعنى أن كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى جميع تلك السلامة صدقة في ذلك اليوم. ثم ذكر بعد ذلك أمثلة تحصل به الصدقة، وهي فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وذلك أن صلاة هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة، فتكون مجزئة عن الصلاة عن الصدقات في هذا اليوم. قوله: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، هذا معناه أن كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى جميع تلك المفاصل صدقة في ذلك اليوم، بمعنى أنه مع تجدد الأيام يتجدد فعل
الصدقات شكرا لله تبارك وتعالى على نعمته بهذه المفاصل. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أمثلة مما تحصل به الصدقة، وهي فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية. فعلية مثل الخطى إلى المساجد، وقولية مثل الكلمة الطيبة، وقاصرة مثل التسبيح والتحميد والتهليل وأيضا المشي إلى المساجد، ومتعدية مثل أن تعين الرجل في دابته أو ترفع له عليها متاعه، هذه صدقة متعدية. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني يجزئ من هذه الصدقات المتنوعة ركعتان يركعهما من الضحى. ولعل الحكمة في ذلك أن الصلاة وهي صدقة من الإنسان على نفسه تتحرك فيها جميع المفاصل، تتحرك فيها جميع المفاصل، فإذا حرك هذه المفاصل في ركعتين في الضحى أجزأته عن ذلك كله. وهذا فيه فضل الصلاة الضحى، وأنه يترتب عليها هذا الفضل العظيم وهذا الشكر لله تبارك وتعالى على نعمته سبحانه وتعالى على عبده بهذه المفاصل العديدة في بدنه. نعم. ثانيا، كل قربة يأتي بها الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية فهي صدقة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو من قبيل التمثيل للحصر، فالعد بين الاثنين يكون في الحكم أو الصلح بين متنازعين بالعدل، وهو قولي متعد، وإعانة الرجل في حمله على دابته أو حمل متاعه عليه هو فعلي متعد، وقول الكلمة الطيبة يدخل تحته كل كلام طيب من الذكر والدعاء والقراءة والتعلم والأمر والمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وهو قولي قاصر ومتعد. وكل خطوة يمشيها المسلم إلى الصلاة صدقة من المسلم على نفسه، وهو فعلي قاصر، وإماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك، وهو فعلي متعد. هذا بيان لهذه القربات والصدقات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وأنها تنقسم إلى قولية وفعلية، وكذلك إلى قاصرة ومتعدية. فقوله العدل بين الاثنين، العدل بين الاثنين، تعدل بين اثنين صدقة، هذا يكون في الحكم أو الصلح بين المتنازعين بالعدل، وهذا قولي متعدي، قولي متعد أي إلى الآخرين. والعدل يكون بالحكم ويكون بالصلح، فإذا دخل إنسان مصلحا بين متنازعين أو مختصمين أو أصلح بين رجل وأهله أو نحو ذلك، كان ذلك صدقة منه عليهم، ولا ينبغي له أن يدخل في الصلح إلا إذا كان عالما بأسبابه ووسائله، لأن بعض الناس يدخل وعنده نية طيبة في الصلح ولا يحسن، وربما جاء بأمور تزيد الخلاف وتزيد الشقة بين الإخوان، فإما أن يتكلم بكلام يؤلف ويقرب أو يحجم ويكتفي بالدعاء لإخوانه، ودعاؤه لهم صدقة،
ودعاؤه لهم صدقة. وقوله وتعين الرجل إلى آخره، هذا فعل متعد، لأن نفعه يتعدى إلى الآخرين. وقوله والكلمة الطيبة صدقة، هذا يدخل تحته كل الكلام الطيب من الذكر والدعاء وقراءة القرآن وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، وهو قولي قاصر ومتعدي. يعني الكلمة الطيبة قد تكون قاصرة مثل تسبيح الإنسان وتهليله، وقد تكون متعدية مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقوله بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، هذا فعلي قاصر. وقوله وتميط الأذى عن الطريق صدقة، هذا فعلي متعد. فإذا تأملنا في هذه الأمثلة التي ذكر عليه الصلاة والسلام، ذكر فيها أنواع الصدقات القولية والفعلية المتعدية والقاصرة، وما ذكر فيه إشارة ودلالة على ما لم يذكر. فالذي ذكر هو مجرد مثال وأنواع، وما ذكر فيه دلالة على ما لم يذكر. نعم. ثالثا مما يستفاد من الحديث الأول، أن على كل سلامة من الإنسان كل يوم صدقة، سواء كانت قاصرة أو متعدية. الثاني، الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل. الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل، يعني إن تمكن من ذلك، وإلا لا يدخل نفسه في أمر يترتب عليه زيادة شر أو زيادة خلاف بين المتنازعين. إن كان يتمكن من العدل والحد من الخصومة والخلاف الذي بينهم، وإلا يكتفي لهم بالدعاء. نعم. الثالث، حث المسلم على إعانة غيره مما يحتاج إليه. بما يحتاج إليه، كحمله على دابته أو حمل متاع عليها. الرابع، الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك. الخامس، فضل المشي إلى المساجد، وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه، رواه مسلم. هنا قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة، تمشيها إلى الصلاة، لكن ثبت في صحيح مسلم أن الذهاب والإياب يكتب، تكتب له خطواته إلى المسجد ذاهبا وراجعا. نعم. سادسا، فضل إماطة الأذى عن الطريق، وقد جاء في حديث آخر أنه من شعب الإيمان، رواه مسلم. وكذلك جاء في صحيح مسلم الحديث الذي أشرت إليه، وهو أن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك، فقال لا أبقيه في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن طريقهم، فشكر الله عمله فأدخله الله الجنة. فباب الصدقة واسع، وأبواب البر متنوعة، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوزعنا جميعا شكر نعمه، وأن ييسر لنا القيام بطاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يحب ويرضى من سديد الأقوال والأعمال وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.